صدر الأسبوع الماضي ثنائي مسلسل أنت أطرق بابي هاندا إرتشل وكرم بورسين أخبار الصحافة التركية بعد حصولهم على لقب أفضل ممثل وممثلة بتركيا لسنة 2021 ضمن حفل الأجنحة الذهبية للمحتوى الرقمي. وما كان هيدا السبب الوحيد، فهني أيضا لفتوا انتباه الكل بنظرات الإعجاب لبعضهم، فالكل صار بيعرف علاقة الحب اللي بتجمع بينهم واللي بدأت بعد لقائهم بالموسم الأول من المسلسل. ولكن يبدو أنه مش بس كرم وهاندا اللي عم بيلفتوا الأنظار هالفترة، فمن أول ما بدأ العرض للموسم الثاني من المسلسل الجمهور عم بتفاعل بشكل كتير كبير مع الطفلة مايا باسول اللي بتقدم دور بنتهم بالعمل. بابا مش تورم أو جعل مدن أفلما. وغير أنه مايا طفلة جميلة، فالملفت بدورة بهالعمل أنه شخصيتها كيوت وجريئة وقوية وكمان عفوية. وهل شارم المميز الخاص فيها خليها توصل ويصير عندها بفترة قصيرة جدا مليون متابع على الانستغرام. وإذا مندقق بالبوست يلي بتنشرن على صفحتها، فهي عندها صور كتيري إلها بأوتفيتس مختلفة وستايلش بأماكن عديدة، وبتبين بها الصور شجاعتها بأخذ البوزز مثل المودلز المحترفين. وكمان عندها صور كتيري مع بيا وإمّا يلي بيحرصوا إنهم يعملوا فوتوشوتس كتيري بتميزوا فيهن بالماتشينج أوتفيتس. وغير هيك فهي كمان حريصة تعمل ريبوست للصور يلي بتاخدها مع كرم ويلي بتبين من خلالهم جانبها المرح والمضحك، فعلاقتها بكرم علاقة جيدة جدا. فغير انهم بيمثلوا سوا، كمان خلف الكواليس عم يستمتعوا بوقتهم مع بعض، ومنشوف هالشي من خلال هالفيديوهات الفاني. هزر ميز ليه هزر ميز يا؟ سلسل كفمك ني زمان ساعت 8 اما ني زمان هنجي جن بو اكشام بو اكشام. وهالفيديوهات عم بتلاقي تعليقات إيجابية كتيري، خاصة إنه الجميع شايف وجود بوند قوي بيناتهم. بس بيبقى التعليق الأكبر على الشبه الرهيب بين مايا وهاندا، لدرجة إنه البعض بيفكر إنها بنتها بالحقيقة ومش بس بالمسلسل. والشبه ما توقف على الملامح بس، كمان بستايل لبسون بالأيام العادية يلي كتير قريب من بعض.